Yeah.
Yeah.
بعدين عاد يزود اذا جاوا اذا جددوا عقده يبدا يزودون زين يعطونا يعطونا فوايد يعني بعض اللاعبين بعضهم لا كل هذول مكافآت اغلبهم زينة مكافآت لهم بعض مكافآت زينة لان لو مثلا لو في رواتب بالفئات السنية ترى يكون محدد يكون راتب مكلف مو بزين بس في حارس جايبينه من النادي ما جايب معه وقع عقد احتراف طيب ليه بعضهم هنا لاعبين احمر 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 والله احمر ترى احمر احمر يا اخي والله احمر وربي احمر والله العظيم مفرض احمر حرام عليك لا 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 لانه قدام المرمى مهما كان لو في 10 لاعبين هو النظام معروف إذا صار آخر لاعب أحمر أو إذا منع عن هدف أحمر مفروض والله أحمر الحكم مهزوز لو قرار يمكن أنت شفته انفراد اللاعب زين طلع من الحارس شال اللاعب شال طلع الحارس شال اللاعب زين فيه ثلاث طرق للطريقة هذه منع هدف اخر انفراد اللاعب صريح ما عنده من دول لا اتجاه اللاعب وين اول شيء يركز على الحكم اتجاه اللاعب ولا المرمى او برا المرمى صار برا المرمى يا طرخ لا بس صار برا المرمى تو اللاعب يمشي في الحارس جاء لف كذا عشان يكسر وياخذ احمر وغبي ما ياخذ احمر كذا ياخذ اصفر على طول صح حرام عليك مشاري والله هدف تكبر هذا يمكن له كم شهر موقع عقد سروات ما ينزل على طول ترى يصير شهرين لا انا السنة هذه تأخروا مرة قعدوا ثلاث شهور ما نزلوا راتب بعدين نزلوا راتب واحد بدي ينزلون كل شوي راتب كل شوي راتب ينزلون شوي لا ثلاث شهور Thank you.
يا زين جميل الله نصبر تطق تسودنا يا اخي تحوم تسودنا ما نزلنا شيء تخيل ثلاث شهور متواصله تدفع من جيبك تعيش على مكافآت فواز كذا تعيش عليها ولا يسوي شيء مكافآت الهلال يتاخر تبي التعاون يتاخر لا والله زين هل يمكن عند النادي شهرين تأخرات بس انهم هم وشو بعد ثلاث شهور ناس بدهم ينزلون نفس الشهر مثلا شهر 9 10 11 ما نزلوه 12 نزلوه والحين واحد نزلوه والحين بينزل اثنين فالحين شهر 9 10 الحين ما استلمته المفروض ينزلون جميع بس ما طلبت صح؟ لا بس ايش تسوي؟ اساسا النادي كان سيء بالموسم كان بيهبط الحين على حافة الهبوط ترى بين الهبوط وبين كانت عنده عليه ديون وعليه التزامات ما ادري بس انه كان منضغط فما لومه انا صبرنا عليه عاد مين بدا يعني التاخرات دائما كل النوادي الهلال يتاخر شهر شهرين الى ثلاثه كل الرواتب طبيعي يتاخر ليش؟ لانهم ينظرون مثلا للحوكم ينظرون لاشياء كثيره احنا ما احنا نقول راتبنا هاتوا بس احنا ما ندري عن شغل الاداره والداخل النادي لو بيده يعطيك اول باول يمكن الهجمتين اللي تو ضيعوهن بيندمون يعني انت يا مشاري تو هدف التقليد لو قلت ما هتصير ايش تكسب بلنتي؟ ما راح تكسب يا احمر اساسا الفريق ضعيف يعني من بدايه المباراه كنت مسيطر انفرادات وضيعت كوره لين ما لين ليش تبي احمر؟ سجل هدف خلاص يطيح نفسيته تبدا تجيب هدف الثاني بسهوله المباريات العادية أقدر أنزل أنا على راحتي وأروح وأجي المباريات اللي بها جمهور ما أروح ولا أجي هم يسكرون البيبان وأبلش أنا افتح يا صديق سكر يا صديق لا قل لي أنا افتح مو دايما تصير موجودين أنت بكذا يعني اليوم ما أدري إيش عندكم يمكن شيء كثار جمهور إحنا كل مباراة نصير موجودين إيه بس مو بكل يوم تشوفون عند البيبان لأني أول ما ويزل ألقى صديق هنا صديق أغمز له يوم يجيك يفتح لي وقلت يا رجال اخذ ماي معي واجلس بذال انت خلص مباراه مره واحده وارتاح وانزل لي. لا يبيك تنزل من عند الدرج من تحت تدخل مره المشكله. لا صار ويا بروح انزل منه انزلك تنزل مره انزل منه بالعاده انا اذا ابطل صار في زحمه وشوشره انزل كذا واروح. تصير اذكر في مباراه كان في مليون عسكر اي نزل كذا احنا نصور اي نصور ايش ابي جاي منه؟ ايش عندك؟ اروح ريح راسك يا ابن حاجي سبيان خليك مستانس يلا انا وياك ولا احنا ما عندنا تعب ولا انتم اللي متعبينكم الناس اولهم انا اذكر مره ما ادري هو انت لا واحد ثاني كنت مستعجل متاخر عن مباراه كان مباراه بادي لا يمكن 10 دقائق واجي عند الباب يوقف لي هنا انا احتريت ادعس كذا على طول امشي مصوت كذا قلت كا وصوت لي افتح الدريش قلت اني مصور وادعس كذا امشي يهاوش يهاوش انا خليته جيت اركض هنا رقيت لانه لو انا رايح منه كان فاهمه عاد بعد المباراه رجعت له تعذر منه كيف شكله؟ والله اني ما ادري ما يعني بعد الموسم ذا قال انا مالي دخل التاخر قلت والله ما عليه شو السالفه كذا وكذا شكله جديد هو اتوقع جديد او ها اول مره اشوفه قلت والله السالفه كذا وكذا وكذا واني تاخرت وانه ما عليش الصراحه حقك علي واسف لان الرؤيه جسمي لان الابواب يصير فيه اضراب البيت لا حقه الصح له حق اتحاد السعودي ايه
لا ما ابو احد بس على البوابه عرفت شوف لا شاف احد يوصل البوابه ركز على البوابه ما ابو مشي حالك ما ابو احد بس انه المفروض انه انا اوقف انا اني كلمت قلت يا فلان يا فلان عطهم بطاقه اعلاميه يريحونه بس اقول له تسيده وجهه يا فلان هو طول يمشين بدون ما يقول اي كلمه ولا احرج نفسي ولا احرجه هو اساسا نفسي لانه شوف ما ودك تعكس شخصيه ثانيه لنفسك يعني اذكر اول كنت اداقش اي واحد مجرد اذكر جيت الدعوه دعوة المهرجان المهرجان كلها جتنا فيها الأمير جاي جيت دعوة رسمية واروح واوريها وادخل قال وين تعال يبدي حقك المهم المشكلة مو يعني مثلا شوف في مثلا الشرطي يفرق تعامله عن حارس الأمن حارس الأمن بياخذ دعوتك بيمشي الشرطي لا هو يبي شيء ثانية لأن الشرطي شغلته الحالة لانه هو هذه شغلته الشرطي لا تقدر تداقشه بالشغل ذا عشان لو جو يسالوه الا يقدر يرد عليه يعيد اخلك عشان تعاملي معه وايف لا قال ما تدخل ديور قال ما دام موجود عند البوابه ذي والله هي بوابه واحده اساسا المهم يا فلان اللي دعوه انه مصور قال ديور اليوم ما انت مصور صراحه تفطرت عليه وبكت انا توي بتعرفن على ضابط كبير ذا شو اسمه الربدي انت تعرفه ولا لا؟ لا قايد المهام حق المهام والله حق المهام عقيد اثر تو جاي داخل او انه طالع وكلمه قلت ابو فلان الفهيد قلت له الفهيد واسلم عليه هذاك ما قال ولا كلمه قال لي برجلي كذا يده كذا العسكري ايه يوم شاف انه عارف فلان لانه يدري بقول لو بيخليه داخل غصب فقال خل تجي منه خلاص ما بملح ما دام كلمته انا عشان كذا لا تداقش احد لا ترد على احد خليك مسالم خاصه العسكر والعسكر بدي يسوي لك كل شيء المسكين انت اللي ما بس تقدر تمنع هذاك يقدر يسجك يقدر يخالفك يقدر يقاضيك يقدر تسوي كل شيء ولو تلمسه قلت تبن اذكر مره كذا قلت حارس امن يقلب هو يشتكي عند الشرطه قال شرطه وش قلت انه قاعد قال لي كلمه قلت ترك حارس امن يعني لا تقدر تشده قال قال عسكري باس قال ايه يروح لامه قال له خلاص روح اتفاهم انا وياه وجاء الامن عسكري قال حارس الامن بشغله الحين اقوى من انا ترى تقدر تقول الكلام ذا بعدين انت تخيلك انت الحين توشه قلت انا مصور قلت لو بجي لما بقول لك ناظر مصور انت وقعد استنقص منك مره مرتين تسمع الكلمه تحس بالاستنقاص بعدين يجي ترى مين بالاستنقاص حارس الامن الشرطي المصور كلها وظيفه واحده قالوا بنفس الوقت انت موظف مصور قلت ايه قالوا هو قلت بنادي قلت انت تدري لو حلف من راتب هو دبر راتبك مرتين صراحه ايه خلاص شو تستنقص منه انا ما استنقص انا علمت انه انت ترك شاده ومتشدد الموضوع جيب كذا عطن كذا ورن كذا فهو فهمها غلط ما صار ماشي مش مع الناس حتى اسمح لي انا لو كان عند الحارس تقول لي كذا ترك حارس طيب يصف حارس انا طيب هذول الاشياء هو وقته يا اخي بيني وبينك مراهقين وقتها اصدق انا شر على نفسي الحين يعني انت انت تدري انه الحين بخاطري ليش انا قلت له انا شفت حسيت يوم زعل هو حسيت بنبرته اني انا زعلته على انه ما ابو شيء يزعل الموضوع ابدا ما ابو شيء يزعل انت اكبر من وانا صغير تجاهلا بنفس الوقت تجاهلا وانا اخطيت هيا انا ادري اني مخطي بهالشيء ذا بس يلا راحت تعلم الاخطان انه ما نعطي لا بس الكلمه دي شيء طبيعي والله كل شخص اصلا تبغى تفكر انت بتحط مكان في مكان الحادث شوف ايه انا لا والله هي مو وصل انا بقول لك اياه يعني انت لما تسمع تقول لا دخل هو دخل لا نزل مهما يكون مهما لا بس صح هو بوقتها كان وشه هي بوقت شكرا في حدثنا ايش الحادث بنفس الوقت ورب نفس الوقت ما تدري ايش كنت انا مو معطى والاخير والدي وبالنهايه اشياء مطلوبه هي ما في شيء
ترى الظروف ابد بيني وبينك الظروف هي تطلع رجال. قضينا من الموضوع ذي هذه هي خلت تروح الهجمه. خل اقول لك اللي عندي. انت تدري اني بالاسياح ابوي يضرب والمثل انا هذري ابوي يضرب والمثل الى قال ولد فلان وقال فلان هو الواجهة الديرة هو واجهة فلان أداء أبوي بكل طاري تسمعه زين. بس برضه أني أنا راح أشتغل وأدور قروش وزين كل شيء ولا نظرت لأبوي أبد ما أنا دخل مظرف أنا مظرف الشغل دي الشغلة كنت أنا أول يومني يمكن أبوي يصرف علي وكان مدلعني يعطيني وني بزر أنا أشتغل أنا ولد فلان أشتغل أقول سيد نفسي لين وصلت العشرين خلاص انا عمري 20 لما تقصر ابوي عليك رب البيت مقدر ابوي يمشي لي راتب شهري بس ما رحت لامه كاميراتي انا شاريها جوالي شويت جوالاتي انا شاريها كل شيء انا شاريه من وين من النادي لا انا اقول لك يا تجي جوالي بدي وراه انا مكسب يا صح صح نفس الفكره اللحظه كنا صارت عندي ظروف صارت عندي مشاكل هي معك انا بهذه ترينا معك انا حاسس بغلطي ترى بعد وثلاث يعني نفس الوقت كحارس في اشياء مطلوبه عليك انا جبت شيء من عندي سلام الرحمه هلا والله شلونك؟ شلون صحك؟ عساك بخير؟ والله ما رحت مع ابوك تدعم ناديك الثاني بس التعاون جديد وراك هاي ابن الحلال سلامك رضاك سعد يا ابلغ ان شاء الله معك لا والله خذ رقم معك والله معك اي قصف معك احد لا انا كيف ها ما تقص شو الاخبار شلونك مساك بخير داخل تحت تقهوى وضبطك خاله ها لا والله تو جاي تراي الاخبار شوفوا خسران تقدم ولا ما تقدم هل صفر 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 شفيه فيصل ايه قديم تقدم على السياح لانه واحد صفر خلص شد الاول شو الاخبار شاك بالرؤية هنا وين صراحة رؤية سب حالك تاكل تبن لو ما جينا استصدري الحين واحد وراء ايه لا واحد الاسياح ايه في واحد الحين اثنين واحدة اسياء مروي مهند المولد مو واضح شو نضيع واحد صفر اسياء زين واحد اسياء سميرة واحد صفر اسياء تو انا شفت واحد مع التغريدة مكتوب واحد صفر سميرة وش مضيع انت ما استحسن لا ما اسكت كلنا بس انه في الحين اللي هو هناك واحد زينه ايه قلبت النتيجة حلو ايه اصلا في واحد صفر 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 بعدين صفر صفر بعدين صفر صفر بعدين واحد صفر اشياء بعدين واحد واحد بعدين هنا واحد غريب انا كان اول شكل مغلط ضيع بين النتيجتين حلو عصير ومنتش طلع كيف اللعب هنا كويس بس انتم تضيعون تو شبه انفرد رقم 9 زين قدام المرمى على نفس الصف ايه نفس الصف المدافعين قدام المرمى يقولوا يبقى تصير زين خلى المدافع يدخل عليه عشان يكسر ياخذ بلنتي اخذ بلنتي لا اخذ احمر مكان المدافع لانه مباخ اللاعب ضيع البلنتي من ضيعه؟ رقم 10 ركان غريب ركان لعيب حرسهم جيد ترى بس انه يضيع ما استغلوه ابد انفرد مره ركان برضه ضيع انفراده مشارك قدام ما ضيع واحده واخيرا
جاي بس ترى ظروف المباريات الحين في غيابات في مشارب العدم بساسي إيه. لا غير المدرب الحين المهاجم الاساسي برا زين ريان عبد الملك مع المنتخب حسن مع المنتخب وحزازي مع المنتخب حزازي الظهير اللي يلعب في القوة ومن بعد الحارس الاحتياط اليوم الاساسي لاعبين هذا احتياط هذا احتياط ممكن فوق 11 مباراة ما لعب اسمه اللي جاي من الجبلين لا من الطاي عمار اخي جيد عمار العمار جيد مو الحين وين سكيشت وين دكة ليش دكة مو هذا عمار يقول قالوا مدرب يقول نريح هذا جيد ذا يقول مدرب انا بنخسر حرام انه جيد وحطوا دكة العمار خليه يضيع يعني مدى مباراة عادية عادية يقولون مهم مباراة اذكر انا مشاري قولهم هي نقول انهم يقول هذه المباراة اذا فزنا خلاص التمسك دخل يضيع مباريات بيدينا الصراحة في مباراة ضاع قدام خسروا قدام الوحدة في مباراة تعادل وخسر ورب ما يستحق أبد أبد خسر ولا التعادل فمدرب الفريق ضيع مباريات مهمة وسهلة نفس الوقت هذه سهلة جدا ذي شوف هم ضيعوا واحد شوف الحين تعادل كم تثيبه ما أدري أنت تدري أن الفريق التعاون كان قبل أربع جولات يمكن خمس جولات كان رابع الحين الخامس أسادس من السابع صدق النزل على طول كذا امتلا وخسران لا مو بخسارة تعادل شوف هذا هدف جيد تعادل خسارة بو كم خسارة تعادل شوف الناشئين بدعين المباريات آخر المباريات كلهم فوز صراحة الناشئين جيد رجعوا خلاص هجعوا الهبوط مرة كان بينه وبين الهبوط خطوة ترى طيب لكن ضاعوا 15 هذا اصبر بس اجلس شيل باب اجلس لا ولا خذ ذا شوف اجلس اجلس بقى بقى 15 يفوز مباراتين يضمن البقاء مشاري تكفى شيء الكور الصيت مدح يمشي يحمق يتبي يضبط النص جيد الصيت رقم 6 طلع عسيري الجناح طلع الحماد عبد الله عبد الله حماد كويس عبد الله صح شفت الفريق كله كويس بس يفرقون باسل ركان الوسط يعني اركز الحين انت تدري انه فريق صار كامل سجلت مباراه اما صار ناقص يضيع الملك مدخل الفريق اول ترى ابطل مع يعانون تعود الفريق الحين اذا غاب عادي واذا جاء برضو عادي نفس الفريق من العوض ما بوحد يعوض مكانه بس انه اكثر شيء اصيب اصير جيد مكانه بس عبد الملك كانه جوكر شوف الفريق اول انت جاب تاتك جاب بنتيو قدام الهلال بنتيو ولا الثاني كسبه ما هو شيء يقدر كتف أترك ما تشوف أنت تصدق إني دايم طول المباراة وقفت كذا تحس بالواقف إذا صارت المباراة ممتعة لا إذا مثلا خسران ضيق صدري الصراحة أحسبه ودي مباراة تخلص بس الحمد سببي تعودت هذا ثلاث سنين كذا ترى واقف وأصور تعودت مرة بس أساسا ما ضبط التصوير وقفت أقعد بعض المرات بس أنا تصويري مو زين وش خلص مباراة المهمة ما أسولف ولا أفتح جوالي أبد و...
ولا نظر أحد بعد، أمسك الكاميرا بس وساكت كذا، ما أرد ولا على أي منهم. برت الراج الصراحة كل الناس تتكلم بل الحين. إيه أنت حضور. يمكن الحضور ضوضاء على قوله، بس تواصل اجتماعي. ما بشيء راح تنسبة تسرى لحكم هو الدلخ. هذا تنشن يمشي يمشي يسوي في النجدة بالتسعين دائم كذا يسوي. الله يو جيد خرب نفسه جناح. ايش بش اسمه ايش بواحد في القول سبعان وش بها منه ما داعي التعادل اليوم، لازم فوز يا أخي. خليك من فت سنية فوز فوز. التوف كم فاز برام ضفطار ولا كم؟ آخر مباراة كم؟ آخر مباراة إيش؟ آخر مباراة كانت برا صار تعادل غن تعادل. بعد واحد واحد ما الفتح لا الفتح. إيه نادي بشناك. تعادل ايه في تعادل ثلاث مرات ورا بعض صبروا ثبت على الاربعه شكل دافع الفريق الثاني شلون منتهي 4-0 شلون؟ برام 13 ما يا رشدي غريب يا حسن بلادي صبر السياح يرسي وينك في استراحة تروح مزرعة ها يا اخي المطعم شاورما فخم تكفى نظيف هنا في واحدة وفاتحة زين ابو زحمة عليه لا مو زحمة بس واحد ما ادري ايام سمج وكذا واحد بس ما جربته تعرف كيف باش؟ ايه والله باش والله انا جوعان نفس الوقت ما ودي اكل ليش؟ ادري لان يوم قبل امس جيت البريد امس هو قبل امس جيت البريد واكلت حمد سبدي ليش؟ اكلت من شو اسمه جرمين جرمين فخم كنت دايما اكل منهم ما مدام وصلت البيت الا دخل الحمام بكرامة حمد سبدي ايه ترى جرمين مو زين ايه انا جربت ماشي وعلني مواصل ودي اكل خفيف ودي ما اكل راح انام بس اذا نمت ما راح اقوم الا فجر ما القى شيء. ثمانية غلط بالجوع ليه تجي كهوة. لا لا هذا مطعم تخدينا مرة. لا ما اكل. ما اكل والله شكله هرفي هو النظيف. صراحة مو نظيف. ترى تمسك دايم على هرفي انا اذا ذا. والله تمسك انا راح ومو قريب. بس انه ما يوفق قبل اهداف ترى سيء جدا
هذا مؤيد شو اسمه؟ مجلس الاعلام. ايه اظن ما ادري. تعرفه؟ اعرفه دخلت دوره 5 سنين. تعرف وشو؟ دوره بالتعامل سوى بطولة تعامل. ايه. ياخذ فريقه والله كان هو مع فريقه يظن. جيد. والله كان بدري يعني مسكوا جناح. اظن هو كان من براعم بعد ترى اغلب الجيل هذا الحين اغلب اللاعبين هنا كانوا من براعم بس انا استغرب انه في ريان تعرف ريان يمسك كابتن على عبد الملك مدري اي مقدم ريان مين المهاجم جهني هو ريان جهني اسمه ريان جهني دائما يمسك كابتنية على اللاعبين مدري هو اقدم أنا دخل صغر أقدر تذكر القحطاني ياخذ عش الهوب داي هذا شخصية ترى عبد الملك من زمان كابتن من الناشئين من الناشئين كان كابتن ترى لا لا لاعب الرائد اللي غاب بمباراة الرائد اليوم أصاب بأسبوع شلون؟ أنا لعب الرايد كان جيد استرجع لي كاركتر اللي هو شوفوا هذا شوفوا معكزات شوفوا معكزات اللي انصب مباراة الفاتح قبل مباراة الرايد باسبوع قبل مباراة التعامل باسبوع كان جيد ترى شو اسمه؟ ها؟ كان يلعب جناح اللي جاء رباط وكسر المضاعف الساق تخيل رباط وكسر جميع أنا ملك لك بس إذا هو جيد جيد بيرجع أقوى بس خدك العقلية شوي سود يدي والحظة طوال شيء الصراحة يا الحكم ذو الجزء صح قسم بغي يرفع الضغط شو؟ يا الحكم ذا حكم ذا ولا بدأ خضرة صدقوا أخ مبارات براعة ما شو 13 40 دقيقة ليش ما أبو عسكر؟ ما حد سجاك بسكت كذا يا ابن الحلال برام 13 فقول النظام والنظام طيب انت تمشي النظام النظام مش جديد غير برا وقتها غيرها لكن ننتظرك هسه لا اصور شوط وجه كمل هنا بعض شو اسمه بعض الحكام سيئين رب التعاون كل الاماكن ثلاث سنين سيئين رب البيت يا انهم شينين مره طب التحكيم شين ولا باقي كلها شوف هذا جيد هذا جيد جيد قراراته وكلامه ضيع انت شايف شو شنو يضيعون هجمة؟ يضيعون هجمة من سيس بسوء تفكير فقط بس المفروض رايحنا ركان سابق قبال الحين معصب شوف جسم زاي الحين فين تابدو كيف الشغل ها كيف الشغل الله مزين الأسبوع الجاي هاي الله يعين الله أنا خاف من الطايب والله انا اخاف تحوم تبدي قسم بيت الله علني اعرف اغلبهم بس انه هدف اما لو جايب الهدف بالوقت ذا يا ساتر كم باقي لا اقل باقي 7 دقائق 10 دقائق ما بدا الضايع بيحط 3 دقائق اتوقع شو يلعب طويل لأنه كلهم متقدمين فيصلي يبي مباراة الحين
لأن ضيع 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 التعاون المال. شوف أبطاء بالكورة لحظة كمان سيدي أصير تقديم ذي السريع حتى بلو ستيشن تنكب أعطيتك دبل آر 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 تو تروح تسبك تروح الماء فريق بأس اليوم يسوي شيء صنع مرتين أعطى واحدة ركان وأعطى واحدة مشاهدة بس ضيعها ما يعرفوا شفت لازم طويل 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 يمكن تضبط يقولون كنت متحمس الدوري ثبت قدامه عادي لما يدخل كل شتله شيل كنترول كور ما يهم عشان كذا ثبتون عنده أكثر برنتيات وكنت الحمص دي برتقالي أغلب الفئات السنية بلند بابا عندي كذا ما أدري الشولة يا أخي يعني من أول وأنت حاول تجي مشاري غلط ترى مشاري كان شغله قدام كان يخافون الحين اخذ راحته انه ما في راس حربه صريح زين ما في صح هذا يعتبر راس حربه اللي طب بس انه ما عندك شيء حلو ظهير ترى ما شفت شيء كون برد حضرهم زين واضحة غير حقت الرايد حظ حقت الرايد صح؟ لا أول مباراة تحضر لهم؟ لا الموسم ذا؟ حضرت مباراة أول الموسم الله إنها ضد الهلال الله ضد الهلال والموسم هنا كل عام بس هذي لا لا هنا لا 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 قوية وفازوا وتعادلوا كيف حظ الناشئين الشباب الشباب ترى دايم كذا لطيف لعبه يا اخي غريب مره قويين اعضاء عناصر جساف تشفير ايه دايما اقول انا بس ما ابي اوضح قدام سباوي يسمونه على صراحه كم واحد يقول ان المشكله هنا
بيطلب ابو فهد بيطلب من ابو فهد يقول السؤال يا رب خليهم قالوا اوف 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 ترثر هذا النتيجة يا ساتر ما لعب غريب ترى مراقب برد اخوة يتكلم ترى مراقب موقف حكام شغلته سجل سجل يتكلم مع نفس الحكم ما يقدر تتكلم ماسك منصب الحكام ايه 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 صراحة محاطة بوجه صدق ما قوية أنا حسبته يمثل شوي Hey!
راضيهم. انا بيرضيهم طول هم صح ايش جاب بيرضيهم شكله بس ما يجي فاضي انت بعد المباراة ترى ما لو يرفع فوق شيء ما يقدر يسوي شيء صراحة براضية يعني الكرة راحت يا أخي رفع رايجة صراحة والله يضيع مكان شو أهدافك كيف؟ أهداف تشين بنت الكلب يعني هذه هي خصيصة رب البيت المهداف تجيب المرض تضيع انفرادات تضيع بلنتي ثم ماخذ دقائق تلقى مهدف شو صار والله ان المباراة من اول دقيقة كان التعامل خلاص الحين تبي يسوون يرجعون كلهم يضيعون وقت اي كوره شيل فوق اي كوره شيل فوق خلاص 4-5 دقائق قال حلو يا رب مين لو يضيعونه بس كذا يا اخي والله ايش تبون اكثر حلو حلو الحركة بس لازم اتوقع والله ما اتوقع عباس
هو والله العظيم يعني لو تشجي طلوش من اختراقات السنس لو بيدي يمشي بالكور لين يسجل هدف ترى بس المدرب قهوي يقول شيل ارفع يا اخي خلاص بس حرام عليك والله حرك ترى والله تجيك انفرادة بالعرض خلاص ما تدري ايش الساعة برد الجو يا شيخ يا ساتر اي اخر هجم قال ما ضيع غير انه تعال ضيع اكثر ترى ما تصور لي
لا لا انت اللي هنا دكور هنا عشان الف ما تجيب زون كبير ما تضع شيء جو البرد بسرعة نفس الكرسي بغيرون بدلونه يعني مشي لي المصورة كاملة لا غيره كامل شاله اي كله حفر وزبط حطه ترى مضبطك شيء غير زراعة طب غير وش الخمسين مبالي ها؟ وش الخمسين مبالي غيروه خطوهم 50 كان 25 عشان يلعب فريق اول ذا اذا خلص خلاص يلعب فريق اول باقي مدرجات وباقي دولي شو يسوون مدرجات؟ يحطون مدرجات كراسي زي دولي نفس المدرج لا لا حق كراسي اي لو يشعلون مدرج كامل يبنون مدرج جديد لا هذا نظام مش هذي ما لا حد عدد معين ترى لا ترفع اصيل اصيل ركان تكفون